الحقيقة يعني حضرنا للمشاركة بالمهرجان، مهرجان طنجة الدولي الدورة الثالثة، وأنا بشارك من خلال مسرحية بيت النور لفرقة لموزيكا المسرحية، وبتأتي مشاركتي في المهرجان كممثل مش كمخرج. الحقيقة أجواء المهرجان يعني مش غريبة على الشعب المغربي وعلى الفنانين في المغرب، من حفاوة الاستقبال والضيافة ودقة التنظيم، ملتقى فني مليء بالإبداع، مليء بالأفكار والرؤى والتبادل الثقافي والمعرفي. الحقيقة يعني بشكر كل القائمين على المهرجان الرائع، يعني لحسن تنظيمهم وللعروض المنتقاة الدولية، خاصة العروض الأوروبية، ويعني كان في واضح جدا الجهد المبذول. وفي الحقيقة يعني أنا فعلا عايز أكرر أني بشكر إدارة المهرجان على نوعية العروض اللي تم انتقائها، واضح أنه في جهد مبذول لانتقاء هذه المجموعة المتميزة، سواء من العروض العربية أو العروض الدولية الأجنبية. فرصة جميلة جدا للتعرف على ثقافات الآخرين في كل مكان. كل الشكر على للمهرجان مرة أخرى، ونتمنى له التوفيق دائما في الدورات القادمة.